زوجي تركني منذ 6 أشهر ولم يتلفظ بالطلاق، وتركني وأولادي ونحن الآن في بيت أبي، فماذا أصنع وفقكم الله؟ تقدمي إلى القاضي وأقيمي عليه دعوة، والقاضي هو الذي يناقشه في هذا ويلزمه بنفقتك عليه. نعم، ما نستيق عليه إلا من طريق القاضي، إلا إن كان أحد يؤثر عليه من أصدقائه من إخوانه من يؤثر عليه ينصحه، فعمدي أحدا يناصحه في ذلك. نعم.